بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة لمسار الإعلام الإذاعي. سنتكلم اليوم عن المقابلة الإذاعية. يعد شكل المقابلة الإذاعية من أكثر الأشكال البرامج الإذاعية انتشارا في الإذاعة، وتوقف نجاح هذا الشكل من البرامج على قدر النجاح في إعداده وأسلوب تقديمه بشكل يستهوي المتلقي والمستمع، ويمكن إعداده كامل من جانب المحاور والمتحاور معه. يعني المقابلة الإذاعية عبارة عن حوار بين طرفين، بين المذيع وبين شخصية، بين الضيف، الضيف هذا هيقدم معلومات للجمهور المتلقي والجمهور المستمع. عملية الاستضافة الضيف لا تتم بكل سهولة، يعني لازم يكون فيه لها إعداد مسبق وتخطيط مسبق وكيفية هنتكلم فيها إن شاء الله، بس يعني بمعنى كلما كان في ترتيب وتخطيط لاستضافة هذا الضيف يكون الحوار بخرج للجمهور المستمع بشكل أفضل وبشكل مؤثر أفضل من إن يكون بشكل عشوائي، حيث يمكن وضع خطوط أساسية للأسئلة والإجابات، وأحيانا تكون برامج الحوار تلقائية. المقابلة هذه بتكون تلقائية نتيجة إنه الأحداث بتحدث فجأة وطارئة، فبالتالي هذه نتيجة الخبرة والممارسة اللي عملت تفرض على المذيع إنه ممكن يستضيف هذه الشخصيات بشكل سريع بدون ترتيب، لكن هذه برضو بتعتمد على الخبرة. لذلك كما قلنا ان التخطيط شيء اساسي، لكن تكون بعض البرامج الحوارية تلقائية ولم يسبق اعدادها نتيجة حدوث طوارئ في العمل الاذاعي. العمل الصحفي بشكل عام، العمل الاذاعي طبعا ما بتعتمد انه فيه يعني تخطيط مثلا دائم، او في ممكن تكون في اخبار عاجلة اخبار، وبالتالي مطلوب مننا نعمل حوار مع شخصيات ومسؤولين للاستضاحة أو للإضافة في هذا المجال. لذلك التخطيط ممكن يكون موجود وغير موجود، ممكن يكون جزئي، وهناك مخاطرة عند تقديم الحوار التلقائي تماما في حد ما إذا كان المحاور معه قليل المعلومات. يعني برضو هذا إذا ما كانش فيه معلومات للمتحاور معه، فهي المعلومات هذه برضو مشكلة. يعني أنا بدي أجيبه مثلا على البرنامج وأعمل حوار وبث وعلى الهواء مباشرة وما يكونش عنده معلومات، هذه مشكلة. او مثلا ممكن الضيف يكون ما عندوش القدرة على التعبير على الافكار او المعلومات، بالتالي هذه برضه بدها ترتيب، شوية ترتيب بعض الامور. ذلك يعني الاصل في جميع الحالات انه يكون في ترتيب او تواصل وتخطيط ما بين المحاور والضيف في كيفية عمل هذه المقابلة. يعني تلاحظوا انه في حاجات كتير اذا ما كانش ترتيب توضح له مثلا وقت البرنامج، وقت الخاص اذا كان بعض الضيوف ممكن يكون زي ما حكينا ما عندوش شيء، قليل معلومات لا يجد التعبير عن افكاره، عنده معلومات لكن لا يجد التعبير عنها، او تكون اجاباته مختصرة جدا او طويلة جدا. وهذا برضه بيربك انك انت بدك تطلع على الهواء مثلا ربع ساعة، 10 دقايق، 5 دقايق، الوقت المحدد هذا بيؤدي الى رب يا بيقل يا بيزيد، فهذه مشكلة. فبتطلب منك في انك تقطع اسئلة اضافية او تحذف اسئلة، وهذا لا. فبالتالي نرجع نأكد ان المقابلة هي من اكثر الاشكال بتتم استضافة الضيف ومحاورة ما بين الضيف والمذيع في موضوع ما. هذا لازم يكون فيه تخطيط مسبق، كلما كان التخطيط مسبق كلما كان شكل البرنامج انجح وتأثيره أقوى على المستمع. لكن في بعض البرامج تأتي يعني يكون التخطيط فيها جزئي نتيجة السرعة في نقل الخبر أو التعليقات أو الاستضاحات للجمهور أو عدم وجود تخطيط، وهذا بيسبب لنا بعض المشاكل أو الأزمات للمذيع، منها إنه الضيف هذا ممكن يكون غير ملم بالموضوع، ما عندوش معلومات كافية، ممكن يكون عنده معلومات لكن ما عندوش القدرة على التعبير، ممكن يكون إجاباته طريقة تعرضه للإجابات طويلة أو قصيرة، وبالتالي هذه إشكالية. طيب، في قواعد عامة تحكم إجراء المقابلة الإذاعية، يعني لازم هذه الواحد يلتزم فيها عشان إيش تكون المقابلة الإذاعية ناجحة مع الجمهور مع الضيف.
أول قاعدة الأساسية هي ضرورة إحاطة الضيف علما بموضوع المقابلة. أنت لازم تبلغ الضيف اللي بدك تستضيفه موضوع المقابلة، إيش عن إيش بالموضوع بيحكي، إيش المحاور اللي بتتكلم فيها، إيش المحور اللي بيتكلم فيه، عشان الضيف برضو يكون عنده القدرة على تجميع أو جمع المادة اللي ممكن يحكي فيها ويعتمد ويوفر بيانات ومعلومات، وإذا في أرقام وإحصائيات. وبالتالي الضيف يجب أن يكون على علم بموضوع المقابلة، وفي حالات نادرة يسمح بالتحايل من أجل الحصول على مقابلة. كيف يعني؟ إنه أنا ممكن ما بلغش عن موضوع أنا ما بلغش موضوع المقابلة للضيف عشان أقدر أحصل منه على ردة فعل على مواضيع معينة، لأنه لو تم إبلاغ الضيف بموضوع المقابلة ممكن يرفض، وهذا برضو في برجع لكيفية التعامل وأخلاقيات التعامل مع الضيوف. تمام. فبالتالي القاعدة الأساسية التي تحكم جرى المقابلات هو إبلاغ الضيف أو حط الضيف بموضوع المقابلة عن أي محاور سيتكلم، ما طبيعة الموضوع وهكذا. لكن بعض الصحفيين بعض الإذاعيين ممكن يتطرق لمواضيع أخرى لا يعرف عنها شيء الضيف، وهذه إشكالية. يجب على المذيع والمحاور أن يطرح أسئلة كاملة ومكملة، عليه أن يسعى للحصول على إجابات قيمة ولا يعد هذا تربص. يعني أنا برضو هدفي إن أنا كضيف أو هدفي كمذيع أن نحصل على معلومات كافية، معلومات وافية عن أي قضية أو حدث بدي أوصله للجمهور، عشان أعرف إنه هذه الإذاعة تقدم معلومات كاملة وليس معلومات ناقصة. وبالتالي هذه إشكالية. السياسيين برضو يعني في والشخصيات العامة بكون عندهم مستشارين إعلاميين، يعني بيسألوا مثلا المذيع أو المذيع عن طبيعة العمل، عن الأسئلة، عن طبيعة الحوار، عن طبيعة المقابلة، عن الأسئلة اللي هيتم مناقشتها في المقابلة. وهذا طبعا من خلال وجود حلقات وصل ما بين المسؤولين، وهذا من خلال المستشارين الإعلاميين أو المتخصصين في العلاقات العامة، لأنه يتم التواصل من خلال العلاقات العامة في المؤسسات لمقابلة المسؤولين. طيب، بمعنى انه السياسيين انفسهم بيسعوا للحرص على انه يعرفوا عن ايش الموضوع، هذا شيء مهم برضو تكلمنا فيه. طيب، وللضيف او مساعدي الحق في معرفة، يعني سواء الضيف او لجنة العلاقات العامة او دائرة العلاقات العامة في المؤسسة، لا الحق في معرفة بعض الاجابات عن النقاط المهمة اللي هتدور عنها المقابلة. زي ايش مثلا؟ يعني الضيف اللي بدك تستضيفه في الإذاعة له الحق في معرفة عدة نقاط أساسية. من سيجري المقابلة؟ من المذيع الذي سيجري المقابلة؟ طبعا لكل مذيع خصوصية، في خصوصا كيفية التعامل، هل انه هذا المذيع بيفرض رأيه؟ فبالتالي من حق الضيف انه يعرف من هو الشخص الذي سيستضيفه. تمام. البرنامج نفسه، في اي برنامج او برامج ستطورت هذه المقابلة، ايش البرنامج؟ هل هو برنامج ترفيهي، برنامج سياسي، برنامج كوميدي، برنامج اجتماعي، وهكذا. فبالتالي برضو من حق الضيف انه يعرف ايش البرنامج، طبيعة البرنامج. عشان برضو ليش هذا بنحكي من حق الضيف؟ عشان الرسالة الإعلامية أو المحتوى الإعلامي اللي بده يقدمه يكون مناسب للرسالة، للقناة أو للوسيلة أو للإذاعة الموجودة. مينفعش أنا أكون خطاب سياسي جامد في قناة ترفيهية مثلا، وهكذا. إلا المقابل هل ستكون مسجلة أو مع الهواء مباشرة؟ هذا طبعا بتفرق، إنه لازم يكون في لها إعداد مسبق، وبالتالي بتفرق إنه ممكن في بعض الناس يرفضوا بالهواء مباشرة، في ناس بترفض إنه يكون مش يعني. فبالتالي بدك توضح إنه هذا هو
عشان يصير في عملية تعديل ومونتاج في محتوى المقابلة أو شكل المقابلة. برضو من حق الضيف إنه يعرف إنه هل البرنامج هذا خاص باستضافته لوحده ولا في شخصيات أخرى، ومن هي هذه الشخصيات. في بعض الشخصيات برفضوا إنه يكون مشاركين من بعض الأشخاص، يعني يكونوا مثلا زي مثلا لو نقول استضافة مثلا شخصية إسرائيلية مثلا في البرنامج هذا. طبعا في ناس كتير هترفض اللقاء هذا، إنه بتدخل في مجال التطبيع مجال آخر، فبالتالي من حق الضيف إنك أنت تعرف أو يعرف إنه من هي الشخصيات الموجودة معاك في هذا الحوار. كذلك الموضوع المقابلة الرئيسي، وإيش المواضيع اللي ممكن تسأل عنها، وهل ممكن تواجهه بالاتهامات. هذا طبعا بيرجع لطبيعة البرنامج والشخصية في أمور الضيف. بالتالي برضه الشيء الأساسي إنك تعرف يعرف الضيف موضوع المقابلة. طيب برضو إن لم يوجد مبرر قوي فعليك أن ترفض دوما إطلاع الضيف على الأسئلة. في برضو هذه من إطلاع الضيف على الأسئلة مسبقا، يعني برضو هذه فيها إشكالية إنه هل من حق الضيف يكون يطلع على المحاور. صحيح من حقه في بعض إنه يطلع برضو على الأسئلة، خاصة إذا كانت الأسئلة ممكن تتناول قضايا حساسة قضايا معينة. بالتالي ممكن تطلع الضيف على الأسئلة مسبقا في حالة إنه الأسئلة عادية وممكن برضو إذا كانت الشخصية مسؤولة لها تأثير وحابة إنها تضيف في معلومات معينة وحابة إنها تتأكد من الأسئلة على أساس إنها تجمع معلومات عن الأسئلة وتكون إجابات، خصوصا بعض الأسئلة اللي ممكن تحتاج إلى أرقام وإحصائيات عشان يكون الإجابات كاملة. التزام بزمن محدد للمقابلة. التزام طبعا من قبل الضيف ومن ضمن الوزية شيء أساسي، التزام بالوقت احترام الوقت، لأنه تقدر تقسم الأسئلة على وقت البرنامج، والضيف يقسم الإجابات على قدر البرنامج عشان تكون الإجابات كاملة والحلقة كاملة يعني عن الموضوع. مينفعش نعطيه مثلا يكون عندي مثلا 10 أسئلة لكن وقت الضيف سمح انه يجاوب على 5 اسئلة. لا، انت بدك تحدد الوقت على قدر الاسئلة وقدر ايش البرنامج. عشان هيك بنقول تحديد الوقت او النسبة الزمنية، يعني زي ما حكينا انه في 10 اسئلة مثلا بتتقسم انه قديش الوقت. ما تحاول تخرج من المقابلة وتم الاجابة مثلا على الاسئلة كاملة، ونفس الوقت الضيف يخرج من المقابلة وقد تم توصيل رسالة كاملة غير مجتزأة أو غير منقوصة للجمهور. فهذه مواضيع بعينها، في مواضيع طبعا لا يجوز الكلام فيها ولا يجوز الحديث فيها ولا يكون في وضع وضع في العلن، لأنه لا ليس كل ما يحدث يقال وليس كل ما يقال يحدث. وبالتالي هذا بدك تعمل عملية غربلة. أعطاء الضيف الحق في التراجع عن المقابلة أو تحريرها أو بعد التسجيل. يعني في بعض الضيوف مثلا بيطلبوا مثلا إنهم يستمعوا للمقابلة قبل نشرها أو قبل إذاعتها، وهذا برضه ممكن يكون له حق، يعني إنه في كلمة غير واضحة كلمة مغلطة. بالتالي ممكن يكون هذا حق. هذا طبعا بيرجع لسياسة الإذاعة بسياسة مثلا أو حجم الشخصية للضيف وهكذا. إنك أنت برضو بدك تنصف بين المشاركين في حكاية الوقت، مينفعش إنك تعطي وقت كتير على حساب ضيف آخر، إذا خصوصا إذا كان البرنامج محتوي على أكتر مستضيف أكتر من ضيف. فبالتالي بدك تحاول توازن بين توزيع الزمن أو الوقت. طيب برضو هنا برضو في توجيهات وفي ملاحظات يجب الأخذ بها. يعني كيف نتأكد من عدم خضوع اختيارك للضيف لا يضغطك مؤخرا؟ قد تثار شكوك حول استقلاليتك للتحرير إن تأثرت بضغوط المستشارين الإعلاميين في المؤسسات، أو إذا ربطتك علاقة شخصية بضيفك، إن تكون في علاقة
شخصية، واحنا لا نمنع ان يكون في علاقات شخصية، وبالعكس انه كلما كانت العلاقات كلما حصلت على مقابلة جيدة، لكن برضو ما تكونش على حساب العمل المهني، لانك تقدم معلومة كاملة للجمهور. ما ينفعش ان يكون في عملية مجاملة او محاباة للضيف على حساب المهنية والموضوعية في العمل. فبالتالي تأكد الموضوع هذا، برضو يكون عندك قائمة دائما من المعلومات، عندهم استعداد مقابلات يعني، وهذا بيكون تحت الطلب يعني، بمعنى كيف تطلب انه اي وقت ممكن تتصل فيه متواصل معهم، ممكن يكونوا جاهزين لتلبي اي معلومات. فهذا برضو شيء اساسي. زي ما حكينا العلاقات الاجتماعية، كلما زادت علاقاتك انك تشارك في العلاقات الاجتماعية مع المسؤولين ومع الشخصيات او الشخصيات او مصادرك بشكل كامل. ممكن برضو انك انت تستضيف يعني، ما تحاولش انك توجد علاقات يعني شخصية في الموضوع. كيف يعني علاقات شخصية؟ انك انت انسان زعلان منه ما تستضيفش او ما تتحاورش او لا مينفعش. فانت بالتالي يعني بدك تحاول، حتى الاشخاص اللي بيرفضوا المقابلات في فترة من الفترات ممكن تضلك تلح عليهم انك انت تحصل، خصوصا اذا كانوا عندهم معلومات تفيدك في العمل المهني. حذار من التربص بالضيف، برضو الضيف هذا ما تحاولش انك انت تتربص فيه. كيف يعني؟ انك تحاول تعمل اجراء منه مقابلة غصب عنه، او انتظاره خارج منزله، او مثلا تختار اوقات غير مناسبة للتواصل معه وهكذا. فبالتالي بدك انت تختار يكون عندك وقت مناسب لوقت مناسب للضيف، وانك بالطرق الشرعية تتواصل معه بالطرق الشرعية والطرق الصحيحة والطرق القانونية، مش نظام التحايل وحكاية الانتظار وحكاية رغم انه هذا برضو ممكن يكون مهم في حالات معينة. برضو عشان نكون واضحين، انه ممكن انت برضو تلح على او تختار اوقات ممكن تكون غير مناسبة لذلك للحصول على معلومات. هذا طبعا نتيجة برجع لطبيعة الضيف نفسه، طبيعة الموضوع. الا اذا اضطرب زي ما حكينا يعني، قد يسمح اذا كان هدفك مواجهته باتهامات خطيرة يعني. في قصص بدك تواجه مثلا في الصحافة، قضية فساد، قضية رشوة وهكذا. ولكن يجب أولا محاولة الوصول للضيف بالطرق الاعتيادية. إذا ما نفذتش الطرق الاعتيادية، بنتوجه للطرق الأخرى. متى تتوقف عن الملاحقة؟ عليك ألا تتوقف عن ملاحقة الضيف حتى تتأكد من أنه قد أدرك تماما السبب الذي دعاك لطلب المقابلة. يعني لازم توصل له ايش الهدف من المقابلة، لازم تضلك تلح لما توصل انك توصل له ايش الهدف من المقابلة. واذا رفض الحديث رغم علمه التام بموضوع المقابلة، فان بذلك يكون قد بلغت نهاية المطاف ما لم يطرأ على القصة اي تغييرات. يعني بدك تحاول تضلك تلح على الموضوع المقابل، خاصة توصل له رسالة او ايش الهدف من المقابلة. فاذا صار، فبالتالي تقدر تتبع الاساليب الاخرى. يظن بعض الضيوف يعني اللي ممكن انه او مؤثر من الوقت العام، اذا رفضوا ما رفضوش رفضوا تلبية الدعوة او الاستضافة في الاذاعة، ان البرنامج سيلغى وانا موضوع ولن يرى النور. لا، ممكن انت تختار شخصية اخرى، لكن هذا الشعور او التصرف او السلوك غير صحيح. ما فيش حاجة بتوقف على شخص أو مسؤول يعني، في عندك بدائل، بكون عندك بدائل حتى لو في عدم تلاقي برأي، برضو هذا ممكن نعتمد عليه. يعني في السير مثلا، إذا أنت الضيف نفسه في الإذاعة ممكن اعتذر في وقت متأخر البرنامج ما فيش، فبالتالي بيتم توصيل الرسالة للمستمع إنه هذا اعتذر، وممكن توضح ايش سبب المشاركة، ممكن الاعتذار، عدم الاعتذار يعني، توضح للجمهور. الاستعداد للمقابلة الأولى، الاستعداد الأول للمقابلة، تأكد من انك اخترت الشخص المناسب.
للمقابلة. شخص يكون خبير لديه معرفة تمكن من الرد على أسئلتك. ليس دائما المدير والرئيس ليس هو دائما أفضل، يعني على الرغم من أنه أعتقد ذلك، يعني دائما مش القاصد إنه ممكن يكون مسؤول كل، يعني يكون الخبر مهم، لا ممكن يكون شاهد عيان عنده معلومات وعنده تفاصيل عن الخبر أكتر من إيش أشخاص مسؤولين كتير. فبالتالي إنك أنت تتأكد إنه هل هذا الشخص هو المناسب للاستضافة، إنه هل عشان له لدى الشخص ما يقوله، وهل هو مستعد برضه إنه يقول كل اللي بيعرفه، هل هذا الشخص قادر على الحديث بشكل واضح. الشغلة الثانية لا تكون كسولة. انه يعني لازم يكون في عندك بدائل، 1 2 3، وتشوف من الاكفأ في الحديث ومن الممكن يكون له تأثير اقوى. لا تعطي الاسئلة بشكل مسبق، اعطي فقط المحاور بتحكي عن الموضوع كذا كذا، على اساس انه ما يكونش عبارة عن المقابلة على شكل سؤال وجواب. يعني تكون لا، خلي الامور بشكل عام نحكي في موضوع عام، وبالتالي نسنا انت تكون مجهز برضو اسئلتك بشكل مسبق، تكتبها وتأكد انك تطرقت الأسئلة الرئيسية، يعني الأسئلة الشاملة اللي هتغطي الموضوع كامل. كتابة الأسئلة بتمرين مفيد يساعد على تكوين تصور شامل للمقابلة عشان تعرف تخرج من المقابلة بإجابات كاملة. إعداد من خلال الكتابة يعطيك الثقة بالنفس وقامة الأسئلة التي تكون أمامك للاستعمال عند الحاجة، لكن لا تشعر أنك مجبر على الرجوع إليها دون الحاجة إلى ذلك. وبإمكانك كذلك تغيير ترتيب الأسئلة، بمعنى يعني إذا انطرح موضوع، مثلا أنت عامل خطة موضوع مجموعة من الأسئلة، لكن الضيف تطرق إلى إجابة بعض الأسئلة، ممكن تتوسع فيه وتقدم السؤال. يعني بمعنى مش ملزم أنت كتابة سؤال الضيف بالأسئلة كما هي، ممكن تقدم على حسب برضه طبيعة حوار إدارة الحوار البرنامج. العدالة يعني، أو مثلا نقول بلاش العدالة، نقول مثلا إنه من حق الضيف إنه يعرف إن المقابلة هل هي مسجلة مباشرة مين معاه وهكذا. في أمثلة، في مثال مطروح هنا إن شاء الله. هذه كلها إن شاء الله توجيهات. طيب المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن طريقة توجيه الأسئلة، لحتى إذا في أي سؤال أي نقطة مش واضحة إن شاء الله هنناقشها من خلال محاضرة الزوم. تمام، يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.